مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حركة العاصفة الاستوائية أو العاصفة المدارية أشوبة، والتي تتحرك كما نلاحظ صور الأقمار الصناعية المستلمة حديثا لدى طقس العرب. نلاحظ حركة هذه العاصفة الاستوائية أو العاصفة المدارية من خلال صور الغيوم المصاحبة لهذه العاصفة تتحرك باتجاه الشمال الغربي. معظم هذه الغيوم غيوم كثيفة وغيوم رعدية، وتسبب زخات رعدية من المطر في الأماكن التي تتواجد بها. بنلاحظ أيضا من خلال مسار هذه العاصفة أن العاصفة كانت في البداية يوم الاثنين تتمركز في الجنوب الشرقي، تحركت من الجنوب الشرقي باتجاه شمال الغرب، أصبحت يوم الثلاثاء تتمركز هنا وتابعت حركتها باتجاه الشمال الغربي. اليوم الأربعاء أصبحت تقترب ما يقارب ما بين 200 إلى 300 كيلومتر عن السواحل العمانية. متوقع وكل التوقعات والنماذج العددية المشغلة لدى طقس العرب بتشير إلى استمرار حركتها وتوقع حركتها باتجاه الشمال الغربي، حيث تقترب من السواحل العمانية يوم الخميس، ويبدأ ويزداد تأثيرها يومي الخميس والجمعة، وتأثيرها بيكون بشكل واضح ومؤثر على معظم السواحل العمانية، سواء السواحل الشمالية الشرقية أو السواحل الجنوبية. طبعا بالحالة الجوية المتوقعة والمصاحبة لهذه العاصفة، بنلاحظ أول شيء أنه تتكاثر الغيوم تدريجيا، تتكاثر وتتكاثف ويزداد سمكها، وتسقط زخات رعدية من المطر في معظم السواحل العمانية، سواء السواحل الجنوبية أو السواحل الشمالية الشرقية، وقد تسقط زخات متفرقة من المطر في الأماكن الداخلية. أما الأمطار والأمطار الرعدية التي ستسقط وتهطل على السواحل العمانية ستكون مختلفة الشدة ومختلفة الغزارة، لا سيما زي ما حكيت المناطق الساحلية. وأيضا بالإضافة للحالة الجوية المتوقعة بالإضافة للأمطار، هناك ازدياد في سرعة الرياح، ستزداد سرعة الرياح وتصبح شديدة وعاتية، قد تصل سرعة الرياح إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة، تسبب إلى إثارة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الداخلية من سلطنة عمان. أيضا هناك من الحالة الجوية الناتج أو ما ينتج عن العاصفة أشوبة اضطراب البحر وارتفاع الموج. سيرتفع الموج يصل على الأقل ما بين 3 إلى 6 متر على معظم السواحل العمانية، وأيضا جزء سيقترب ارتفاع الموج أيضا من سواحل الإمارات خاصة السواحل الشرقية. إذن هناك اضطراب واضح في البحر، زيادة في سرعة الرياح، هناك أمطار رعدية وزخات رعدية من المطر ستزداد أو تكون أحيانا غزيرة وشديدة، تؤدي إلى حدوث فيضانات. وأيضا بنحذر من هذه الأمور ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر. بالنسبة أيضا لتحذيراتنا من هذه العاصفة أشوبة، واللي راح تكون هي عاصفة مدارية إلى منخفض مداري مع الأيام، يستمر زي ما حكيت تأثيرها يوم الخميس والجمعة وقد يمتد إلى يوم السبت. بنحذر أول شيء من خطر تشكل السيول وحدوث الفيضانات نتيجة لشدة الهطول خاصة في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية. أيضا خطر شدة سرعة الرياح، وزي ما حكيت قد تصل سرعتها بحدود 100 كيلومتر في الساعة. والخطر الثالث أو النصيحة الثالثة، بننصح عدم ارتياد البحر نتيجة لارتفاع الأمواج الناجمة عن الرياح القوية، واللي هي أحد أسباب هذه العاصفة أشوبة. الخطر الرابع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة خاصة في المناطق الداخلية. وبناء عليه ننصح جميع الجهات المعنية أخذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات اللازمة مبكرا. كما يحذر من خطر تشكل السيول وفيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية جراء غزارة الهطولات المتوقعة
المطرية الرعدية لا سيما على الأجزاء الداخلية والتي قد تتعرض بعضها لدخول ومداهمة مياه البحر بسبب شدة الاضطراب. ويهيب موقع طقس العرب أيضا بالإخوة سكان سلطنة عمان بعدم المغامرة والاقتراب من البحر أو ارتياده أو الاقتراب من مجاري الأودية، وينصح بمتابعة النشرات الجوية أولا بأول، وذلك لكثرة المتغيرات حول هذه الحالة الجوية. أعزائي المشاهدين، بإمكانكم متابعة آخر التحديثات عبر موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، بالإضافة لتطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف الذكية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم أعزائي المشاهدين وفي أمان الله.